السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا إخواني، تنبهوا وتذكروا وتفكروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيا معشر الشباب وزملائي في الله، مرحبا بكم إلى مناقشة اللذيذة، إلى حلاوة الحديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى خيرا لأي شخص يعطيه التوفيق، مزيد التوفيق للعلم وللفقه. هل صحيح يا حبيبي؟ نعم يا حبيبي، لأن هذا الحديث النبوي يشير إلى أهمية العلم وأفضل التوفيق، كما قال إمامنا النبوي رضي الله عنه في منهاجه: الاستغلال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. نعم صحيح جدا يا حبيب. وهناك شعر، يعني هناك معاني كثيرة اللذيذة. الشعر من محمد بن الحسن بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يعني الحبيب الأحباء. هل أنتم معي؟ هل أنتم تستمعون إلى كلامي؟ نعم صحيح. تعلم تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. يعني تعلم لك مزيد الفرصة للتعلم، لمزيد التعلم، للتعمق في العلوم والفنون الكثيرة المتعددة، فهناك المحامد كثير لك يا أخي. وأيضا يقول الشاعر: تفقه 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 فإن الفقه أفضل قائدي إلى البر والتقوى وأعدال قاصدي. ما شاء الله، ما أجمل هذه الأبيات وما أحسن معانيها. تشير هذه الأبيات إلى أهمية العلم والفقه. نعم صحيح جدا. أيضا أحبائي، هناك في الحديث حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يفقهه في الدين. يعني ما المعنى في الفقه؟ يفقهه في الدين، الفقيه فقط
فالعلماء الإسلام وهم يتنبهون وهم ينبهون عن ذلك. الفقه هناك إطلاقان، الواحد يعني الفقه بالأحكام الشرعية يعني التفصيلية من أدلتها التفصيلية، والثاني الفقه مطلقا يعني هناك العلم بدين الله سبحانه وتعالى، فيشمل معنى الثاني حقيقة الإيمان ولذة الإسلام وأحسن المعاطاة مع الأحبة والإخوان والزملاء. ألا صحيح؟ سامحني يا غالي، الخير للفقيه فقط أو للعالم فقط؟ فهلا في المجتمع الأطباء وكثير من المهندسين والبواقي من العمال الغير؟ نعم، سؤالك جيد. الفضل للفقه وللعالم فقط؟ هذا سؤال جيد يعني بالنسبة إلى هذا الحديث، فهناك سؤالك صحيح ولكن جوابك فصيح. هل سمعت عن قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن عالما، كن عالما معاشر الشباب، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامس؟ فمعنى واضح صحيح جدا في هذا الحديث. لنا فرصة عديدة، ليس الفضل والخير للعالم، ممكن لنا أن نكون عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم بالمعاتاة والمعاونة معهم، وإلا ممكن لنا المحبة ولا تكون خامسة، وإن لم كذلك ممكن لنا أن نستمع لأقوال المشايخ. صحيح جدا، ولكن الحقيقة حقيقة الخير للعالم كما كان نور حقيقة للشمس، ولكن النور القمر ثمرة وتوابع للنور الشمس. وهناك في الحقيقة حقيقة الخير للعالم، ولكن للبواقي وللعمال ثمرتها وتوابعها. نعم، وفهمنا من قولك أن للعالم فضل كثير وفضيلة عديدة كما يشير إليه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات. ما شاء الله. نعم، أن فضل العالم يزداد يوما فيوما كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد فضلي على أدناكم. صحيح، أيضا واضح ما شاء الله. وهناك شعر أيضا يعني في هذا المعنى: أيضا يا حبيبي يعلم له يعلم للعالم حقيقة الإيمان وحلاوة الإحسان كما نبه الشاعر ذلك. نعم صحيح جدا، لأن العالم له لذة العبادة. فهناك شعر مشهور: فإنا فقيها واحدا متوليا أشد على الشيطان من ألف عابدي. لأن الفقيه
هو يعلم كل الأسنان كل السنن وكل الشروط وكل الأركان لأي عبادة، فله حقيقة اللذة يعني لذة الإيمان ولذة العبادة. نعم صحيح. وهناك من مشايخ وهم يدعو سبحانه وتعالى الله يعطي لنا لذة العبادة، يعني هذا في حقيقة لأن العالم يعلم له لذة الإيمان ولذة العبادة. وأحبائي الفضلاء سامحوني أن أنبه حضرتكم لمعنى هذا الحديث بكلم المشهور من شافعي رضي الله عنه بالشعر: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآمون، ليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل كراعي الظأن تتبعه السوام. يعني فضيلة العلم وأهلها لا مزيد ولا نهاية ولا شك ولا ريب، ليس هناك أي نهاية ولا حدود لفضل العلم ولأهله. فيا معشر الشباب تنبهوا فكركم، لكم فرصة عديدة في شبابكم للعلم، وعليكم أن تغتنموا بالفرصة يعني بهذه المجالس للعلم وللتفكر، فالله هو الموفق. الله سبحانه وتعالى يرزق لنا حلاوة العلم وأهلها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.